كثير من المشاريع كنشوفوهم كيفتحوا ولكن ما ماشينش مع العصر في القضيه. دابا نعطيكم على مثال هو قريب جدا، كجبار مقهى في طنجة او في تطوان، غالبا في طنجة لان مدينه محركه اكثر، كنلقى مشروع واحد فتح المقهى او مطعم ب 5 مليار، ومين كتشوف ما عملوا لا انستغرام لا فيسبوك، او على اعطي الانستغرام في واحد التليفون اللي نسيبه كيقول له قابل الانستغرام. كيفاش مشروع ب 5 مليار؟ هذا المفروض شخص خصو يكون عنده راتب 8000 درهم في الشهر اللي غيكون خاص بالجانب الاعلامي، وخصوصا دابا راه مواقع التواصل الاجتماعي اكثر رجعت من القنوات ورجعت من الاعلام الرسمي، وانما هذا المواقع هذو كانستغرام كفيسبوك كتويتر كيوتيوب. فلهذا هذا الجانب هذا ديال اننا نكونوا منظمين ومتولين مطلوب جدا. ولهذا الكوار ما فايتيناش بان ربي خلقهم عندهم جوج دريوس، انطونيو خالد فحال 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 انطونيو فحال خالد. الفرق انه هما اتخذوا الاسباب، وهذه سنن كونيه اللي خدم يوصل. فحال اليوم واحد كتب لي في الصفحه على واحد الحاجه، قال لي قبح الله الفقر. قلت له ايه، ولكن قبح الله تلك الكسل. الفقر خصنا باش نحاربه بالاجتهاد ماشي بالكسل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعقلها وتوكل على الله، يعني توكل على الله ثم ذلك الاخذ بالاسباب. فاي واحد شفناه في المجتمع ناجح وعنده الزهر اخي اعطاته ليا، ما انا كيقولوها لي ولكن كنشحط معاهم، كنقول له خصك تقرا، ماشي ليا ملي كتعطي التباري، ماشي ليا ملي كتعطي، اللي كيعطي هو الله ثم بعد ذلك المجهود. كنقول لهم كنشوف شي واحد عامل شي مشروع وكندير له الاشهار اللي عارفين الناس هو الاشهار بالفلوس، ولكن ماشي دائما، خصوصا واحد اللي غيكون عنده في المجال الديني كيعتقد انه اي حاجه كيعملها الدال على الخير كفاعله. انا اذا نط وشجعت السي خالد مثلا وما يكونش الفلوس مثلا عندي اجر. احيانا كيكون شي واحد فتح شي مشروع مطعم كنقول لهم داك الشيء مزيان، كيقولوا لي الناس ديال التخصص، خلينا من اللي يعطيه الكارطون بالكيتشوب ياكلو ما عنده ذوق. كاين واحد النوع عادي يقول لك واعره بيتزا واعره، هي ما واعره ما والو، علاش ما عندوش الذوق ماكلو كارتشو عمل له الكارطون بالكيتشوب يقول لك واعر. لا ما كيشهدوا الناس كيقول لك هذا المحل البيتزا او هذا المطعم او مقهى السيد قايم بالواجب. تصور كنعمل له الاشهار ما تلاقيت مولاه، ما احيانا نجرب الماكله وتعجبني نعمل له الاشهار. اشهار شنو هو؟ هو شهاده، اما تكون شهاده زور او شهاده حق، وهذه الشهاده عندنا عليها الاجر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. انا ما غنقول لهم شوف شجعوا السي خالد وكذا، هذا الدال على الخير، يعني كندل الناس على الخير. فنسال الله عز وجل التوفيق للسي خالد والناس اللي معاك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.